بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كلما تمر السنون والأعوام تتجلى حكمة الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس الله نفسه الزكية في الإعلان عن اليوم العالمي للقدس الشريف أكثر من الماضي. فلقد أصاب سماحته عندما خاطب المسلمين كافة لبذل كل طاقاتهم وجهودهم ومساعيهم من أجل تحرير قبلة المسلمين الأولى من براثن الاحتلال الصهيوني. واعتبر سماحته أن القدس الشريف وفلسطين هما قضية المسلمين الأولى. ولو أن المسلمين قد تمسكوا بتلك الإرشادات والتوجيهات القيمة لما كانوا يعانون اليوم من هذا التشرد والتناحر والاقتتال الطائفي المقيت فيما بينهم. ويبقى الكيان الصهيوني المحتل مرتاح البال يسخر من وضع المسلمين المزري والمأساوي. أيها الأحبة، لو عن المسلمون تلك الكلمات الحكيمة للإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه وأدركوا دلالاتها ومغزاها وصبوا جل اهتمامهم للقضية الفلسطينية من أجل إنقاذ المسجد الأقصى المبارك من الاحتلال الصهيوني الغاشم، وتوحدت كلمتهم وتضافرت جهودهم وتعاضدوا حقا للتخلص من شرور الأجلاف الصهاينة، لما منيوا اليوم بالفتن التكفيرية الوهابية التي أشاعت الفساد والدمار وسفك الدماء في البلاد المسلمة. ونحن في آخر جمعة من هذا الشهر المبارك الفضيل، وفي آخر جمعة من كل شهر رمضان المبارك، نعاهد الله إن شاء الله أننا متقدمون في هذه المسيرات التي تطالب بتحرير قدسنا الأبية من أيدي الصهاينة. أجل إننا في مقدمة هذه المسيرات إن شاء الله التي تلبي نداء القدس ونداء الإمام الراحل رحمة الله عليه. هل من ناصر حسيني؟ جميع ما يعانيه المسلمون اليوم هو مؤامرة دبرها الاستكبار العالمي لتوفير الأمن والاستقرار لصنيعتهم إسرائيل اللقيطة وإشغال المسلمين بالحروب والفتن الداخلية. إن عصابات التكفير الوهابية الإرهابية من أمثال داعش وغيره التي تمول من أنظمة تدعي أنها إسلامية وترعى مصالح المسلمين وترفع شعار خدمة الحرمين بإعازة من أمريكا وبريطانيا، إنما هي في الواقع خير مطية وجدها أعداء أمتنا الإسلامية لتحقيق معاربهم الشريرة وإبعاد المسلمين عن التفكير بفلسطين وتحريرها. إذا مثل هذا الواقع المأساوي لا بد لنا أيها المسلمون الواعون الغيارة أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة لأن نحبط هذه المؤامرة وأن نوحد صفوفنا وكلمتنا ونتمسك بتلك الإرشادات التاريخية الحكيمة لإمامنا الإمام الخميني قدس سره، ونعلن للعالم أجمع
أننا على وعي تام بما يجري حولنا ولن تحول جرائم الاستكبار وأجنابه في المنطقة من الصهاينة وآل سعود وآل خليفة وغيرهم من أقرانهم الأدلاء ومؤامراتهم من العمل بجدية لتحرير فلسطين وقدسنا الشريفة من مخالب العدو الصهيوني المحتل. فإن يوم القدس العالمي هو فرصة ذهبية للإعلان عن هذا العزم والإرادة. فلنهتف سويا: الموت لإسرائيل! الموت لإسرائيل! الموت لإسرائيل! الموت لأمريكا! الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل! الموت لإسرائيل! الموت للخليفة! الموت للخليفة! الموت للخليفة! يسقط حماس! ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، الأربعاء 8 يونيو، تموز 2015، البحرين المحتله.